السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البلان جريد نقدر نعمل تاسكات، يعني تعمل حاجة مثلا للمعماري اللي مهم يعملها، تقول له مثلا كرييت تاسك، تمام، هتسميها مثلا تشيك، وتكتب طبعا التفصيل بتاعة المشكلة دي اتحلت ولا متحلتش، مين المفروض يحلها، التايب بتاعها هل هي ايشيو ولا اذر، الاساين تو مين الشخص اللي المفروض يحلها، ممكن مين اللي من حقه ان هو يشوف المشكله ديت، المكان دي موجوده في انهي مكان، المشكله دي هتبدا من فين لفين، تمام. ممكن تكون المشكله دي بس هتبدا بعد اسبوع او اسبوعين. الاستامب بتاعها، ممكن الاستامب بتاعها مثلا دور، مثلا الليست تحط في انهي ليست موجوده، الكيو اي كيو سي مثلا، الوصف الديسكريبشن بتاعها كرييت تاسك. فهتيجي للأشخاص المعنيين، عندكم مشكلة في المكان الفلاني المفروض تبدأوا إن أنتوا تحلوه. هنا بتلاقي كل التاسكات، تمام، والليست بتاعتها متقسمة، التقسيمات اهيت، دي في كام مشكلة مفتوحة، في كام مشكلة بتراجع، في كام مشكلة بيندنج، في كام مشكلة اتقفلت. هنا ليست سيتنج ديليت ليست، طبعا ديليت ليست دي معناها إن هي فاضية، تمام. هنا كريت ليست، تبدأ بقى تعمل ليست جديدة تنضم للليست ديت، مثلا مانجمنت، فتلاقيها اضافت للتاسكات الموجودة. هنا تاسكس دي التاسكات اللي موجودة، دي كل التاسكات، تمام. فتقدر تعمل اي واحدة فيهم تقول لها ايديت وتشوف الموجودة فين، فاني شيت، والتاسك بتاعها وهل هي اوبن ولا لأ، ومن المفروض ان هو يحلها، والتواريخ بتاعتها، وهكذا. فده بينظم الشغل كله. تقدر تحركها من الليست لليست اخرى بالشكل دوت. ده الستامب بتاعتها، هما تقدر تزود حاجة، مثلا تقول انا عايز اعمل ستامب تانية، مثلا دي البيم، مثلا الديفولت تايتل بي اي ام، ده الرمز اللي موجود اللي هو حرف البي، وقدامها كلمة البيم. ممكن تعمل امبورت لحاجات تكون معمولة قبل كده من مشروع اخر، يعني ده الريبورت لسه مفيش اي ريبورت، لو في اي ريبورت